اليوم عاجبني البس نظارة شفافة. جرى ويا هذا الفستان الرياضي، جبت اكثر من لون من عنده من توفي، لون الازرق ولون رصاصي. ويا هاي الجنطة، هواي سألتوني على هاي الجنطة، عندي الصفرة وعندي السود، عندي كل ألوانها. هذه الجنطة قبل تقريبا سنة سنتين أخذتها، ما أعرف شنو البيج اسمه، ما أتذكر بالضبط، بس عندي مجموعة كاملة من عدها. هسه منزلين مثلها رجالية، وتقولون علينا احنا نقلد الرجال باللبس، ليش تاخذون جنطنا يا الرجال؟ والله لقيت بيج منزلين بيه قال رجالي، شوفوا قبل سنتين ثلاثة يمكن ما أخذته، سنتين هيج شي. يلا نطلع. وطبعا ما يكمل يومي ونشاطي اذا مو سمارت. هذا حبيبي ورفيقي وقليباتي وسمورتي حبيبي. اي نعم، انا قاعده من الصبح يعني نشاطه حيويه، وجاني اتصال يجنن يجنن، يعني رد الروح. بس السمارت لا، هذا روح الروح، هذا موجود كل الاماكن. وايد تسالون عليه وين ما وين، هو موجود بكل الاماكن، يعني تقدرون بالاسواق بالمحلات متوفر، اكو على شكل قوطي واكو على شكل بطل، واكو للدايت واكو بالفيتامينات، واكو لجماعة الدايت الجيم موجود. فهذا اللي حبيته كلش، حتى يلوق لي. شوف اللون، لون الكويتي اللي من الالوان اللي اعشقها. راح اشوف نبع الحنان.